صباح الخير أول ثانوين، اليوم إن شاء الله راح تكون أول حصة فيزياء بالحصص التفاعلية. أخذنا الحصة الماضية مع مس ندى اللي هو الضرب التقاطعي، راح نبلش إن شاء الله اليوم بالوحدة الجديدة اللي هي وحدة الحركة. تمام؟ هلا الصوت سامعينه تمام الوضع؟ تمام. هلا أول إشي يا حلوين راح نبلش في الحركة في بعد واحد. تمام؟ هلا شو يعني حركة في بعد واحد؟ هلا صبايا وشباب كلنا بنطلع دفترنا عشان نقدر نلخص وتحلوا معي، اوكي؟ طيب، أول شيء يعني الحركة في بعد واحد؟ الحركة في بعد واحد يعني أنا بتحرك على مستوى ديكارتي واحد، تمام؟ يعني أنا لما أجي أتحرك على مستوى ديكارتي واحد يعني أنا بتحرك يا إما على السينات، يا إما على الصادات، يا إما على مستوى الذيل، تمام؟ ما بتحرك على سينات وصادات مع بعض، ولا بتحرك على سينات وصادات وذيلي، تمام؟ إذا تحركت على السينات فقط فأنا قاعد بتحرك في حركة في بعد واحد. تحركت على الواي اللي هو محور الصادات، تمام؟ محور الصادات لما أتحرك عليه برضه حركة في بعد واحد لأنه بتحرك على مستوى واحد، تمام؟ لما أجي أتحرك حركة على السينات وعلى الصادات سوا، يعني أنا قاعدة بتحرك بمشي لقدام وبقفز مع بعض هيك، أنا بتحرك سينات وصادات. تمام؟ يعني بتصير الحركة في بعد. أول درس رح نبلش الحركة في بعد واحد، يعني الحركة يا إما بتحرك على سينات يا إما بتحرك على صادات. هلأ أول شغلة بدنا نتطرق لتعريف الموقع أو مصطلح الموقع، تمام؟ هلأ الموقع شو يعني موقع؟ دراسة حركة هذا الجسم عند لحظة معينة من لحظات حركته. كيف يعني؟ يعني مثلا مس ديما واقفة هون، تمام؟ بعدين تمشت لقدام، صح ولا لا؟ بعدين تمشت لليسار، يعني أنا قاعد بدرس موقع مس ديما أو موقع الطالب أو موقع المس وين بالضبط جاي، تمام؟ أنا كيف بحدد موقع معين؟ بحدد موقع معين عن طريق نقطة الإسناد. فنرجع أول إشي، تعريف الموقع هو دراسة حركة الجسم في كل لحظة هو قاعد بيتحرك فيها، تمام؟ هلا أنا كيف بحدد مكانه أو موقع لهذا الشخص؟ بحدد عن طريق نقطة الإسناد. طيب في صوت؟ طيب هلا أول إشي شو هي نقطة الإسناد؟ نقطة الإسناد هي نفسها نقطة الأصل على المستوى الديكارتي، فنقطة الإسناد هي نفسها 0.0 على المستوى الديكارتي، تمام؟ تمام أوكي حلوين. طيب هلا بيجي بحكي لك مس أنا لما أجي أحدد موقع معين أنا لازم أرجع لنقطة الإسناد أو النقطة المرجعية. طب شو هي النقطة المرجعية يا مس؟ باجي بقول لك مثال. المثال كالآتي: تقع مدرسة نور القبس خلف الفنتوش مول، صح ولا لا؟ أنا حددت موقع مدرسة نور القبس، تمام؟ لما حددت موقع مدرسة نور القبس، وين مدرسة نور القبس؟ تحكي لي خلف الفنتوش مول، فهون الفنتوش مول شو أنا فرضتها؟ نقطة إسناد من خلالها أو نقطة مرجعية من خلالها حددت موقع مدرسة نور القبس، تمام؟ ونقطة الإسناد أو النقطة المرجعية بيكون رمزها يا حلوين 0.0، تمام؟ تمام. نرجع نقطة الإسناد هي نقطة الأصل وإحداثياتها هي عبارة عن 0.0، تمام؟ هلا أنا لما أجي أحدد موقع جسم معين برجع بحكي نستخدم الإحداثيات الديكارتية. شو يعني الإحداثيات الديكارتية؟ الإحداثيات الديكارتية يعني الإحداثي السيني والإحداثي الصادي، تمام؟ تمام. طيب إذا كان هذا الجسم يقع على يمين نقطة الإسناد أو للأعلى، يعني أنا تحركت لليمين، مشيت لليمين أو مشيت للأعلى أو يعني طلعت للأعلى، تمام؟ بيكون موقع إشارته موجبة. ليش موجبة؟ لأني أنا قاعدة لما أجي أمشي لليمين، تمام؟ أنا قاعدة على محور بتحرك على محور السينات الموجب، سين موجب، تمام؟ تمام؟ تمام. لما أجي أنا أطلع لفوق أتسلق للأعلى، تمام؟ هلا أنا لما طلعت للأعلى لوين بتحرك؟ قاعدة لمحور الصادات الموجب، فعشان هيك موقعي راح تكون إشارته موجبة، تمام؟ أما إذا كان الجسم يتحرك على يسار نقطة الإسناد، شو يعني يسار نقطة الإسناد؟ هاي المستوى الديكارتي، يسار نقطة الإسناد هاي يسار نقطة الإسناد، صح ولا لا؟ صح، هاي يسار. يسار نقطة الإسناد هون هي محور السينات السالب، صح ولا لا؟ صح. طيب لو أنا بدي أجي أنزل للأسفل، تمام؟ الأسفل على إيش بتحرك؟
بتحرك، انا بتحرك على محور الصادات السبع. يعني يا صبايا، يا صبايا وشباب، تمام صبايا وشباب، اذا انا تحركت لليمين او للاعلى فانا قاعده بتحرك على المحور السينات الموجب او محور الصادات الموجب، تمام، وبتكون موقعي بالموجب او حركتي بالموجب، اشاره الموقع عندي بالموجب. اما اذا انا تحركت على اليسار او للاسفل، يسار او اسفل، انا قاعد بتحرك على محور السينات السالب او محور الصادات السالب، فانا بتكون اشاره الموقع عندي ايش؟ سالب. نرجع نعيد، اول اشي انا بتعامل مع مستوى ديكارتي، مستوى الديكارتي بتكون من محور السينات والصادات والزيني، الزيني ما رح ناخده هلا، تمام؟ هلا محور السينات، اذا انا تحركت على محور السينات بس فانا قاعده بتحرك في بعد واحد، اذا تحركت على محور الصادات بس برضو بتحرك في بعد واحد، لكن اذا تحركت على السينات والصادات سوا فانا قاعده بتحرك في بعدين، تمام؟ وهذا الدرس الجاي، يعني الفصل الجاي، تمام؟ تمام. رجعنا حكينا اذا انا تحركت لليمين او للاعلى فانا موقعي بالموجب، يسار او اسفل فانا شمال موقعي بالسالب، تمام؟ تمام. وحكينا عن النقطة المرجعية او نقطة الاسناد، هي النقطة اللي بستخدمها لتحديد موقع معين، وهون فرضنا مثلا انا حددت تقع مثلا يقع منزل سعيد على بعد 5 متر من مدرسة فاطمة الزهراء، تمام؟ بيت سعيد يقع على بعد 5 متر من مدرسة فاطمة الزهراء، تمام؟ طيب بحكي لك حدد نقطة الإسناد، هون بحكي لي منزل مدرسة فاطمة الزهراء، أنا حددت موقع منزل سعيد بالنسبة لمين؟ لمدرسة فاطمة الزهراء، فهون مدرسة فاطمة الزهراء هي رح تكون نقطة الإسناد عندي أو النقطة المرجعية، تمام؟ تمام. نيجي نطلع على الشكل اللي عندي، اللي حلوين عندي الشكل هذا، عندي طبعا هي على المستوى، مستوى محور السينات موجب وسالب، عندي نقطة صفر، النقطة صفر شو حكينا عنها؟ نقطة الإسناد وإحداثياتها صفر سينات صفر صادات. بيجي بقول صف موقع كل من الجسم الأول، الجسم الثاني والجسم الثالث، هاي الجسم الأول والثاني والثالث. يلا باجي بحكي لكم، يلا مين يجاوب؟ حدد او صف موقع الجسم الاول بالنسبه لنقطه الاسناد. الجسم الاول بالنسبه لنقطه الاسناد اين يقع؟ اين يقع؟ يمين. يمين نقطه الاسناد؟ يمين. يسار. يسار اكيد يسار. ليش يسار؟ لانه انا قاعده بتحرك وين يا حلوين؟ على محور السينات السالب، فهنا البوكس اللي هو الف، موقع الف، يقع البوكس ألف أو الجسم ألف على يسار نقطة الإسناد على بعد 5 متر، تمام؟ يقع الجسم الأول، تمام، على بعد 5 متر يسار نقطة الإسناد. طيب الجسم ب اللي هو الجسم الثاني، هاي الجسم الثاني، حدد موقع الجسم الثاني بالنسبة لنقطة الإسناد. يلا الجسم الثاني أين يقع يا حلوين؟ يلا نشوف الأجوبة. يمين. يمين. مين اللي بحكي يسار؟ أكيد على اليمين، برافو عليكم، أكيد على اليمين. هاي نيجي نتطلع على الجسم الثاني، أين يقع؟ يمين نقطة الإسناد على محور السينات الموجب، تمام؟ فبنحكي يقع الجسم الثاني على بعد 5 متر يمين نقطة الإسناد، تمام؟ يلا الجسم الثالث، يلا الجسم الثالث، مين يحدد لي موقع الجسم الثالث؟ يلا برافو عليكم، برافو. يقع الجسم الثالث على بعد، على بعد كم يا حلوين؟ على بعد 10، برافو، على بعد 10 متر، تمام، من نقطة إسناد، يمين نقطة الإسناد، تمام. يلا نعيدهم نشوف الجواب. يلا صف موقع كل من الجسم، يعني الجسم الأول والثاني والثالث. يقع الجسم الأول زي ما أنتوا جاوبتوا على بعد 5 متر، تمام، يسار أو غرب، تمام، نقطة الإسناد، والإشارة السالبة تدل على اتجاه الغرب. هلا شو يعني اتجاه الغرب؟ يلا شوي، يلا الغرب خلينا نكتبها، شمال، شمال، جنوب، هون غرب، شرق، غرب، هون الغرب، تمام، هاي الغرب.
في حدا ما بيعرف يحدد الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب؟ لا. تمام، فاحنا زي ما حكينا هون طلع هون، هاي جسمي الاول يقع على يسار نقطه الاسناد او غرب نقطه الاسناد، فانا اول شيء بمسك نقطه الاسناد بعملها كمحاور سينيه وصاديه، هاي المحور الصادي هاي المحور السيني، هاي السيني وهاي الصادي. تمام، هون شمال جنوب شرق، هاي شرق غرب. يلا تحكي يقع الجسم الاول يسار نقطة الاسناد على بعد 5 او غرب نقطة الاسناد على بعد 5. تمام، فالغرب واليسار يدل على الاشارة السالبة. تمام، يلا الجسم الثاني، شو وقع الجسم الثاني؟ الجسم الثاني يقع الجسم الثاني شرق ولا شمال ولا جنوب ولا ايش يا حلوين؟ يلا الجسم الثاني ايش؟ شرق. تمام، فبيطلع عندي الجسم الثاني يقع على بعد 5 متر شرق نقطة الإسناد. حلو، يلا برضو هون الثالث، الجسم الثالث يلا آخر إشي، الجسم الثالث شمال ولا جنوب ولا شرق؟ برضو بيطلع شرق، فيقع الجسم الثالث على بعد 10 متر شرق نقطة الإسناد. تمام، هلا اول موضوع رح نتطرق له، هلا عرفنا شيء يعني نقطة الاسناد اللي هي النقطة المرجعية اللي بستخدمها لتحديد موقع معين. تمام، تمام. هلا بدنا نبلش اول شغلة بالمسافة والازاحة. تمام، يلا صبايا وشباب ركزوا معي هون، كل مطلع دفتره ويكتب معي. اوكي، يلا اول اشي في الحركة في بعد واحد بدي اتطرق لمفهوم المسافة ومفهوم الازاحة. تمام، هلا المسافة يا حلوين هو أطول مسار يسلك الجسم طول فترة حركته. تمام، يعني مثلا أوكي. المسافة هو أطول مسار أو طول المسار الكلي الذي يسلكه الجسم، تمام، طول فترة حركته. أما الإزاحة هي أقصر مسافة بين نقطة البداية ونقطة النهاية. تمام، هذا الحكي أخذناه بصف تاسع. أرجع أعيد، المسافة والإزاحة، المسافة هي طول المسار الكلي يعني كل المسافات اللي قطعها الجسم طول فترة حركته. أما الإزاحة هي أقصر مسافة، يعني هي ممكن أحكيها الطريق المختصر، أنا بسمي الإزاحة الطريق المختصر. هلا بالحل ببين عنا شو يعني الطريق المختصر. تمام، الإزاحة هي أقصر مسافة بين نقطة البداية ونقطة النهاية. تمام، هلا اللي بيميز الكمية المسافة عن الإزاحة أن المسافة تعتبر كمية قياسية والإزاحة تعتبر كمية متجهة. أخذنا بالوحدة الأولى شو يعني كمية قياسية يا حبيبي، رح نشرحها لنا إياها مسندة، وشو يعني كمية متجهة. الكمية القياسية هي كمية التي يوجد لها مقدار فقط ولا يوجد لها اتجاه، تذكروا مع مسندة هذا الحكي حكينا. أما الكمية المتجهة هي الكمية التي يوجد لها مقدار ويوجد لها اتجاه. تمام، طيب نيجي على الكمية القياسية. هون الكمية القياسية هي الكمية التي يوجد لها مقدار فقط، تمام، ما فيش لها اتجاه. أما الكمية المتجهة هون هي الإزاحة مثال على الكميات المتجهة. الكمية المتجهة هي الكمية التي يوجد لها مقدار واتجاه، يعني أنا بس أجي أطلع المسافة، المسافة بس عندي بيكون مقدار المسافة ووحدة قياسها، ما بيكون عندي اتجاه أبدا. أما الإزاحة أنا بدي يكون عندي مقدار وبدي يكون عندي اتجاه. تمام لحد هلأ؟ تمام صبايا وشباب؟ قدرنا نفرق بين المسافة والإزاحة؟ في مشكلة؟ تمام، يلا نعيد، بدي أعيد آخر مرة. المسافة هو طول المسار الذي يسلكه الجسم طول فترة حركته، وهي كمية قياسية لها مقدار ولا يوجد لها اتجاه. أما الإزاحة، شو هي الإزاحة؟ أقصر مسافة بين نقطة البداية ونقطة النهاية، وهي كمية متجهة يوجد لها مقدار ويوجد لها اتجاه. حلو، طيب نيجي على قانون الإزاحة. قانون الإزاحة اللي هي دلتا سين، كلمة دلتا أو رمز دلتا، هاي دلتا سين.
شو يعني دلتا يا حبيبي؟ يلا مين يحكي لي شو يعني دلتا؟ خذناها بالرياضيات. شو يعني دلتا؟ فرق. حلو، فرق. تغير. تمام، حلو. هي عبارة عن التغير أو الفرق. التغير والفرق بين مين ومين؟ بين البداية والنهاية. برافو. هون دلتا هو التغير أو الفرق. الفرق بين مين ومين؟ بين الموقع النهائي والموقع البدائي. فدلتا سين تساوي، أو التغير في الإزاحة يساوي سين اثنين ناقص سين واحد. سين اثنين ناقص سين واحد. نرجع. سين اثنين ناقص سين واحد. تمام؟ شو يعني سين اثنين؟ يلا نحكي شو يعني سين اثنين؟ سين اثنين هو الموقع النهائي. سين اثنين موقع نهائي. تمام؟ ناقص سين واحد. شو سين واحد؟ موقع بدائي. يعني أنا الإزاحة أول إشي إلها قانون. أنا بحسب الفرق بين الموقع النهائي والموقع البدائي، هو التغير أو الفرق. يعني أنا بطرح الموقع النهائي اللي وصل إله الجسم ناقص الموقع البدائي، تمام، اللي بلش منه حركته. لحد هلا أوكي؟ تمام؟ في مشاكل؟ في عندكم أي سؤال؟ كل فاهم؟ تمام؟ حلو، يلا تمام. يلا نيجي على اللي بعده. حلو، نيجي نطلع على هذا الشكل اللي عندي. الصورة واضحة عندكم؟ أكيد واضحة. تمام. بحكي لي بناء على الشكل الآتي. طلعوا صبايا وشباب، بناء على الشكل الآتي. تمام، بحكي لك جسم اتحرك من ألف. خليني أغير اللون. يلا، جسم تحرك من ألف، راح إلى باء، ثم ذهب إلى جيم. يعني جسم انتقل من ألف إلى باء إلى جيم بناء على الشكل الآتي. هاي جسم انتقل من ألف لباء، بعدين من باء إلى جيم. تمام؟ تمام. بيجي بحكي لي بناء على الشكل الآتي، جد كلا من المسافة وجد كلا من الإزاحة. تمام؟ يلا بده تحسب له المسافة من ألف إلى جيم. يلا، شو يعني مسافة؟ هاي مسافة من ألف إلى جيم. المسافة عرفناها قبل شوي، المسافة عرفناها قبل شوي هو طول المسار الكلي للجسم، طول فترة حركته. يلا، الجسم تحرك من ألف إلى باء، صح ولا لا؟ ألف الباء لباء، هاي المسافة من ألف إلى باء، زائد بعدين هو لوين انتقل؟ من باء إلى جيم. المسافة من باء إلى جيم. حلو؟ تمام. يلا، المسافة من ألف لباء كم؟ خمسة، زائد من باء إلى جيم كم؟ ثلاث. خمسة زائد ثلاث كم بتطلع؟ ثمانية. تمام؟ تمام. شو وحدة قياس المسافة؟ كلنا بنعرف، أكيد في فيش طالب علمي ما بيعرف أنه وحدة قياس المسافة إيش؟ إيش؟ أكيد المتر. تمام؟ دي وحدة المتر. طيب، بيجي بالفرع الثاني شو بيحكي لي؟ طبعا الفرع الثاني بحكي لك بالفرع الثاني جد الإزاحة من ألف إلى جيم. بده، بس أنا بدي أبين الشكل. بدي الإزاحة فرع اثنين، هاي فرع اثنين الإزاحة. أحسب الإزاحة. طيب، شو يعني الإزاحة؟ الإزاحة أقصر مسافة بين نقطة البداية ونقطة النهاية. من نقطة البداية، يلا نحدد نقطة البداية مين؟ هاي بداية ألف. من النهاية، النهاية جيم، هاي النهاية. طيب، شو أقصر مسافة بين البداية والنهاية؟ شو الطريقة المختصر؟ أنا هو أسهل لي أروح من ألف لباء وأطلع الطالع على جيم، ولا أروح دايركت من ألف إلى جيم؟ أكيد دايركت من ألف إلى جيم. كم المسافة من ألف إلى جيم؟ أربعة، فهي تسمى الإزاحة. تمام؟ اللي هي أربعة. صعب؟ بناء على الشكل، هذا الشكل توضيح لمفهوم المسافة والإزاحة. واضح عند الجميع؟ يلا، واضح صبايا وشباب؟ الله يرضى عليك يا تسنيم. يلا، واضح؟ يلا حكي على البعدين.
طبعا هاي الحل. اوكي، اول اشي من خلال علمي. طيب هلا اولا من خلال زي ما حكينا انه المسافه، تمام، حسبنا المسافه من الف الى جيم، جمعنا 5 زائد 3، هاد كله الحكي على دفاتركم، برجع بعيد. اوكي، جمعنا 5 زائد 3 طلعت عندي 8 متر. لاحظ هون ما حطيت اتجاه، بس حطيت وحدة قياس. لكن هون الإزاحة زي ما حكينا الطريق المختصر من ألف إلى جيم، كم الطريق المختصر؟ 4. كم طلع معي إشارة الإزاحة؟ صبايا وشباب كم طلعت معنا؟ هلا لما حسبنا إشارة الإزاحة كم طلعت معنا؟ موجب ولا سالب؟ يلا كلنا موجبة. شو يعني موجب؟ شو يعني موجب؟ أيوة، شو يعني موجب؟ مش يعني موجب، شو يعني لليمين أو للأعلى، تمام؟ بس هون الجسم قاعد بتحرك على محور السينات، الجسم مش قاعد بنط، تمام؟ ولا قاعد بتسلق، أوكي؟ فهون على السريع هون الإشارة الموجبة تدل على اتجاه اليمين، تمام؟ تمام؟ أوكي، سهل السؤال كثير، يلا على بعد. هلأ مثال 2-12 بكتابنا، مثال 2-12 بكتابنا، 2-2 سوري، 2-2 مثال 2-2 بكتابنا. اوكي، الكل فاتح الكتاب والدفتر قدامك، تمام. يلا نقرا السؤال. يتحرك جسم على خط مستقيم، تمام، جسم قاعد بيتحرك على خط مستقيم، هاي الخط المستقيم. نص الحل يا حلوين الرسم تكون صح، او 3/4 الحل رسم تكون صح. اوكي تمام، هلا هون رسم للرسمه، في اسئله ممكن تيجي مش رسم للرسمه، فاحنا بنتعلم كيف نرسم الرسم. يتحرك جسم على خط مستقيم، مبتدئا حركته، طبعا انا عندي المستوى الديكارتي، بدي ارسم 0، هون 1، هون 2، هون 3، هون 4، تمام، هون -1، -2، -3، -4، تمام. تمام، طيب باجي بقول لك نغير اللون. طيب يتحرك جسم في خط مستقيم مبتدئا حركته من النقطة ألف، تمام، حدد لي أن النقطة ألف هي عندي 2، هون ألف، حاطط لي هون ألف، وباء عندي -3، هي باء، وعند واو عند -1، هي واو، تمام. هذا الجسم، يلا نتبع على الجسم كيف يتحرك. هذا الجسم تحرك مبتدئا حركته، يتحرك الجسم في خط مستقيم مبتدئا حركته من ألف إلى النقطة باء. الجسم هذا اتحرك من ألف راح لوين؟ لباء. يلا من ألف ذهب إلى باء، هاي تمام؟ تمام. طيب بعدين رجع لواو، رجع لوين؟ لواو. طيب أول شغلة بهذا السؤال بدي أحدد نقطة النهاية ونقطة البداية. يلا وين البداية؟ من وين بلش حركة الجسم؟ الجسم من وين بلش يا صبايا وشباب؟ من وين؟ من ألف؟ ألف ولا واو ولا باء؟ من ألف، تمام؟ فهون بلش الجسم حركته من الألف، هون بداية، هون نقطة البداية، تمام؟ طب وين خلص؟ وين وقف الجسم؟ النهاية وعند مين؟ عند واو، هاي نقطة النهاية. طيب تمام؟ أوكي، في مشكلة؟ طيب بحكي لك من خلال هذا الشكل جد الإزاحة الذي يحققها الجسم عندما ينتقل من باء إلى واو. أنا بدي إزاحة، هاي بدي دلتا سين، دلتا سين، تمام؟ طبعا هذا الفرع الأول، دلتا سين من وين لوين بده دلتا سين؟ من باء إلى واو. طيب شو قانون دلتا سين؟ يلا حلوين، يلا شو قانون دلتا سين؟ اللي هو -2 - -1، الموقع النهائي ناقص الموقع البدائي، تمام؟ مين الموقع النهائي؟ سين عند واو ناقص الموقع البدائي، وين الموقع البدائي؟ بهاي الفترة سين عند باء، تمام؟ لأنه هون بالسؤال حكى لي انتقل من باء إلى واو، النهائي واو والبدائي باء، تمام؟ يلا، في مشكلة؟ يلا برافو، عادي تحلوا، برافو. طب يلا سين عند واو، كم الموقع عند واو؟ عند واو -1 ناقص، كم عند باء؟ -3، تمام؟ سالب مع سالب هون شو بتصير؟ موجب.
سالب واحد زائد ثلاث كم بتطلع؟ اثنين متر. طب طلعت معي موجب، ما بنسى الازاحة، لازم 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 احط الاتجاه. شو يعني موجب؟ يلا شو يعني موجب؟ شو يعني موجب نحو اليمين؟ برافو عليكم، يعني لليمين. اوكي في حدا عنده مشكلة بهذا الفرع؟ هلا اللي بيحكي شرق برضه صح، تمام. يلا الفرع الثاني، يلا الفرع الثاني، شو بده بالفرع الثاني؟ امسح الفرع الاول، خلص كلنا الفرع الاول. في حدا عنده مشكلة بالفرع الاول؟ خلاص اوكي يلا. يلا ضايف فرعين وتمام. يلا الفرع الثاني، خلينا نقول يلا الفرع الثاني. شو بده الفرع الثاني؟ الإزاحة الكلية للجسم. هلا الإزاحة كاملة للجسم ما حدد لي، بس أنا حكى لي البداية والنهاية من بداية السؤال. فبنحكي دلتا س يساوي س. طيب من وين بلش؟ من وين أنهى للجسم كامل؟ س عند واو، موقع النهاية ناقص س عند ألف، الموقع البدائي. صح. يلا س عند واو، كم عند واو؟ سالب واحد ناقص. كم عند ألف؟ يلا يا صبايا وشباب، كم عند ألف؟ اثنين. سالب واحد ناقص اثنين كم؟ تطلع سالب ثلاث. لاحظ سالب ثلاث، تمام؟ شو يعني سالب ثلاث؟ شو يعني سالب ثلاث؟ لليسار، برافو. فهي طبعا وحدتها متر لليسار، تمام. هلا آخر فرع، يلا نيجي على آخر فرع والأهم بالنسبة لي. يلا في مشاكل؟ كله تمام؟ تمام. يلا نيجي على الفرع الأخير. ساحر محل الفرع الأخير. نرجع للبراش، أوكي. الفرع الأخير شو بده؟ بده المسافة التي قطعها الجسم المسافة الكلية، تمام؟ يلا بده فا الكلية، المسافة الكلية، هاي المسافة. ليش الخط هيك؟ المسافة الكلية تساوي، طيب. هلا المسافة الكلية من وين لوين انتقل الجسم؟ من ألف لباء، أول مسافة قطعها من ألف إلى باء، تمام؟ يلا هاي واحد، أنا بحسب عدد القفزات اللي مشاها الجسم. أول قفزة هاي الثانية، هاي الثالثة، هاي الرابعة، هاي الخامسة. فالمسافة من ألف لباء، هالمسافة من ألف لباء هي خمسة، زائد المسافة من باء إلى واو. هلا من باء إلى واو كم قفزة؟ يلا من باء إلى واو، من باء إلى واو كم قفزة؟ هاي واحدة، هاي تنتين، زائد اثنين. خمسة زائد اثنين يا شباب صبايا كم؟ كم المسافة الكلية بتطلع عندي؟ تساوي سبعة، سبعة متر. هل بالمسافة بحدد اتجاه؟ هل أخذنا بالمسافة بحدد اتجاه؟ لا. فهيك يعطيكم العافية وخلص السؤال، تمام؟ يعطيكم العافية، إن شاء الله بكرة بنكمل بناخذ كمان سؤال. وبرافو عليكم ويعطيكم ألف عافية. يلا بشوفكم.